السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زوج مليمترات سجلناها في منطقتهم البواقي مليمتر واحد في تبسة وايضاً باتنا هذا روح لأهمة بعد المناطق الشرقية البارحة أما الحال كيفاش راح يكون صبيحة هذه الأربعاء إن شاء الله عموما الحال شباب بعدين قشع شوية ضباب على عدة مناطق ساحلية كشرقية وأيضا وسطى وأيضا على الجنوب عموما الحال شباب باستثناء بعد الزوابع رمية تقدر تكون على ما بين عين صالح وطمن راست خلال الظاهره خلال الظاهره بدون تغيير أه عموم الحال شباب باستثناء الزوابع الرمليه الريح قويه على الصحراء الوسطى على القشاش وصحراء تنزل لتؤدي الى تطير الرمال كذلك على اقصى الجنوب غيوم كثيفه خاصه برج بجي المختار عين قزام تيمياوين وتين درجه الحراره ننتظروها غدوه ان شاء الله حرارة نقدر نقولوا في المعدل الفصلي 14 درجة على الهضاب العليا على السواحل تتراوح ما بين 15 بعنابة إلى 19 بوهران بورون ب 17 بالعاصمة على الهوكار والتصيلي ما بين 23 و 25 تندوف 28 و 29 و 30 على اقصى الجنوب اما شمال الصحراء كما غردايه حسير مل الغواط وايضا المنيعه ما بين 20 الى 22 درجه وبشار 24 وكذلك مدينه ورقله نجوزو لدرجه الحرارة خلال الظاهرة إن شاء الله 36 بورقلة 29 بغردة بالعاصمة 31 بوهرن 34 35 خاصة منطقة شلف سعيدة وسيدي بالعباس ومعسكر 41 بيتين دوف 42 على أقصى الجنوب 27 بعنابة 28 بقسمطينة وأم البواقي وميلا اما فيما يخص الملاحه والصيد البحري البحر عموما من يكون شباب على السواحل الشرقيه 10 الى 15 كيلو في الساعه و10 الى 30 كيلو في الساعه للسواحل الوسطى وايضا الغربيه لاتجاه تاع الريح يكون الشرقي الرؤيه تكون من 4 الى 8 اميال بحريه غروب وشروق الشمس على الجزائر العاصمه وضواحيها لهذا الاربعاء 18 ماي 2022 الشروق يكون على 5 و39 دقيقه والغروب على السبعة وواحد وخمسين دقيقة والعناوين الإلكترونية هذه في خدمتكم ما لي نقول لكم ربي دوم دائما مع برامج الشروق